هاد السلاله هو الاصل ديالها برازيليا ولكن كبرت هنا في المغرب، وهاد السلاله يعني كنخدم عليها لمده ديال 6 سنوات، واللي كتواجد يعني اللقاح ديالها مده ديال 20 سنه باش دخل هنا للمغرب. يعني هذا ديجا حنا خدمنا بها، وخدمنا بها على عده فصائل منها الابقار اللي كتنتج الحليب، ومنها الابقار اللي كتنتج اللحوم الحمراء. يعني حاولنا في هاد 6 سنوات يعني اللي كنا باش كنكروزوها مع هاد لوتخو غاس حتى تمل اف 1 اف 2، هذا سي لا ثوازيام جينيراسيون، يعني باش عطات هاد المنتوج وعطات هاد التور تبارك الله بهذا الحجم هذا اللي الوزن ديالو كيفوت طن و 800 كيلو، اللي العمر ديالو ما كيفوتش 30 شهر. يعني الاعلاف ديالو جد عاديه، التربيه ديالو عاديه كجميع الابقار، وبالعكس هو سهل من يعني الابقار الاخرى اللي كتواجد عندنا هذه منذ عده سنين. علاش؟ بالله هو كان كما كنسميوه ريستيك، يعني كيصبر لجميع الامراض، يعني ما كيتعداش في ساعة. وخاصه واحد الحاجه اللي كتبتز بها هذه الفصيله هي المشكل ديال 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 يعني القوائم ديالها، الرجلين ديالها، يعني ما كيتاثروش بالثقل ديالها. وواحد الحاجه اللي عندها هي واحد الميزه خاصه ديالها بزاف، هي الابقار ديالها كتولد بوحدها، ما عندهاش مشكل، ماشي بحال الابقار الاخرين، اما خاصك تكون باش تعاونها باش تولد، اما كدوز العمليه قيصريه ديريكت بها هذيك، ولكن هذيك هي اللي كتكون شويه صعيبه في الولاده. اما اللحوم ديالها هي لحوم عاديه، بلا ذبحنا منها عده مرات وجربناها وشلنا اللحوم ديالها يعني بواحد واحد الجوده عاليه. وهي هاد الابقار كتمتاز بواحد النمو سريع، واللي التكلفه ديالو قليله، والانتاج ديالو عالي. تخلقت واحد الضجه ديال الابقار البرازيليه، اللي حنا هاد الابقار ديجا كاينه عندنا هنا في المغرب ومتواجده هنا في المغرب. كانت واحد كما كنقولوا واحد الوجبه اللي بغينا حنا باش نشرحوا بها للمواطن المغربي، بلا كيعرفوا بلا هاد الابقار كتعيش عندهم هنا في المغرب، وخاصه الزائر ولا الكساب المغربي باش يتعرف عليها عن قرب. اللي هي بانت في واحد الشكل عدواني، واحد اللحوم اللي ماشي من النوع الممتاز وبزاف ديال سميتو، ولكن حنا بالعكس حنا يعني كنبغيو نشجعوا لي برودوي كما كيقولوا المغربيه اللي 100%، اللي منها عرضنا هنا اللي بغينا نشرحوا لهم، راه حنا خدامين عليها وغنخدموا عليها ان شاء الله، وغادي نكثروا منها وغنخليو المواطن ولا الكونسوماتور هو اللي غادي يحكم على هاد الابقار وعلى اللحوم ديالها اللي كتنتج ان شاء الله في المستقبل. الجوائز اللي حصلت عليها هاد السنه هي 6 ديال الجوائز المرتبه الاولى في تقريبا في 6 ديال السلالات، يعني خديت فيهم 6 ديال الجوائز الاولى. السلالات هي خديت في لو شارولي، البلون بلو بلج، البيمونتي، لو ليموزان، لا بلون داكيتان، الساليكس. المشاركه ديالي من التظاهره الاولى للتظاهره 15 حاولت باش نحرز فيها على 70 تروفي في خلال السنوات، و6 ديال الميداليات، يعني المشاركه ديالي ديال منذ ديال 15 سنه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.